شوديو حلوة. ايه يا ليفا؟ اوعى ابو مساميسو. يلا لكاسيتو يا راجل. طلع يا رونالدو. كارت احمر يا حكا. واحدة يا اوبا، واحدة يا اوبا، واحدة ارتو بقى من الدوري الانجليزي. اللبس الابيض يجنن، نفسي اجيبه. اهلا بيكم يا لعيبة في حلقة جديدة من حلقات العب مع جميل المحيا وبي اي اس 2021. الله عليك. النهارده جايين نجرب. قلت له يا مستر عمر تعليقك الجميل، حركاتك ومايكاتك، وتعالى يا عم جيمز تو ايجيبت بعتوا لنا بي اي اس. اقسم لك بالله 21 في منتهى روعة الروعة، وناس جميلة قوي يا عمر. ازاي بقى؟ حاجة حلوة. أيوة. حاجة جميلة خالص. معانا الموريسي النهاردة هو جميل المحيط. ادي يا عم عمر السدهية اللي جيمز تو ايجيبت بعته لنا، اللي ممكن اي حد عايز يشتريها دلوقتي يخش يحجز على طول من الويب سايت او الديسكريبشن اللي هتلاقوه موجود تحت قبل الكومنتات، وكمان موجود الشانل بتاعت اليوتيوب بتاعتهم اللي بيبقى عليها ريفيوز كتير. هنعمل ايه يا عم عمر النهارده؟ هنلعب بقى ونتمزج، وثلاث ماتشات بيست وحاجات حلوه. هنلعب بمين؟ عايز تلعب بمين؟ احنا نلعب ثلاث ماتشات نفاجئ الجمهور. يلا بينا ونوريهم المنيو ونوريهم تجربتنا الاولى في بيس بقى، ونشوف الحلقات اللي جايه عايزين ايه. عايزين بيكام ليجند، عايزين ماستر ليج، وده اللي هنشوفه. عايزين الدوري المصري. انت بتفتي ليه يعني؟ خلينا نخش في اللعبه ويلا نديها بيس. ديك طراوة بقى. يلا بقى. ادي يا عم عمر المنيو الغريب. والله شكله حلو يعني، تلاقي رونالدو قال بصوا بيتغير يعني، في راشفورد، في عم بص دافيس. اها 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 المعزه اللي قعدت لك بقى، المعزه اللي قعدت. في سيتنج كمان برونالدو، في مين تاني؟ اه هم دول بس، ميسي ورونالدو وراشفورد ودافيس. حاجه جميله. ايه بقى الاوبشنز اللي موجوده عندك؟ ماي كلوب ده بيلد يور اون فيري. مش فهموني في الكومنتات عشان نعمل الحلقات اللي جايه. انا ممكن العب معاكم شويه بيس لحد ما فيفا تنزل. ممكن الحلقه الجايه ابتدي ده او ابتدي ماستر ليج، اللي هو بقى انت زي تقريبا الكارير مود عمر. زي الكارير مود. صح. انا برضه انا 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 مع ان انت تبتدي بكام ليجند. بكام ليجند. ابتدي بقى، قولوا لي ابتدي من لعيب مين، او اعمل لعيب سري بقى نفسه. ها ميسي مين يا عم؟ مش هينفع ميسي. احنا عايزين لاعب بقى قص زي ما ورثي مدرب، اخترعوا لي اسم وقولوا لي ممكن نبدا بمين، نكمل في السلسله دي لحد ما فيفا تنزل. لكن خلينا نخش. احنا انا عمر فتحنا السي دي قبل ما نبتدي اللعبه، نجرب كده ايه ما لعبناش عشان نخش. قعدنا ساعه الا ربع عشان نخش على الكيك اوف نفهم مين فين. قعدنا نخش على لوكال ماتش، وطلعت هي اسهل حاجه لوكال ماتش. اساسا لوكال ماتش بس قعدنا نعجن، وانت تجيب يمين وانا اجيب شمال. طب ادي دخلنا على الفرق. بص يا عم بقى، الفرق بقى يعني حاجه تحسها النسخه الصينيه من الالعاب الكرويه. هم يعني هم معاهم حقوق الدوري الايطالي. تعال نشوف ارسنال موجوده، يعني حاجه الكلام. جميله جدا. اه بس هو ده الفريق الوحيد. هو مانشستر اكيد. ليدز. مانشستر موجوده اهي. كل الفرق موجوده، بس انا بتكلم كاوفيشال لايسنس او الحقوق الرسميه. ما عندهمش غير يونايتد وارسنال. انا بقول نجرب الفرق الرسميه، نشوف اللبس الجديد، نشوف الحاجات. تعالى يونايتد. ايه رايك؟ تعالى يونايتد ونمشي بعد كده نشوف الفرق الرسميه اللي موجوده، نلعب بيست من ثلاث ماتشات ونشوف مين طلعته البهية اقوى في وخاف عشان التقيل جه، لان انت رابع بطوله دوري ابطال اللعيبه وانا علمت عليك في الماتش الاخير. طب العب بقى بي اس عشان حاجه تانية. بغيروا اللعبه منين يا ابو؟ مش عارف. بغيروا اللعبه منين يا شباب؟ احنا شكلنا اغبياء قوي. تيم شيت. تيم شيت ايه؟ تيم شيت. تيم شيت. تيم شيت. انزل تحت. ايه تيم شيت دي؟ اه دوس عليها كده اهو. ويليان يلا. ويليان والخطط. اوكي والخطط الجديده. ويليان نلعبك بقى بخطه ايه؟ انا احمد كمال هيسب لي. طب العب النني. لاعب النني هو لاعب احمد كمال هيسيب لي. اقسم بالله اللي انا هعمله في الفرقه دلوقتي. ولا لاعب بيبي. ممكن بيبي انزلوك شوط تاني. انت بتلعبني بماجواير يا شباب في ايه؟ لوك شو ولا تعالى ده لوك شو. الريتنجز على فكره بص يعني ازاي يا جماعه، الريتنجز غريبه جدا. اوبا 83 ولا كازيت 84. يعني انت متخيل؟ عرفت ان احنا ما بنلعبش بي اس. ويليان قد اوبا يعني. ويليان اجمد من اوبا. عرفت ان احنا ما بنلعبش بي اس يا جماعه؟ ما هو ده بالتفكير برضه يعني، ازاي ويليان يبقى اجمد من اوباميانج؟ يعني هيكتور بيرين 82 اقوى مدافع هو، وديفيد لويس 83 اعلى واحد. على الله. ومصطفي 80 كراسي. على الله. لا ده كده غلط. ميدي كونفيرم. مش هو انا كونفيرم تمام. انتوا عايزين ايه بقى؟ اديني باك كده. ايوه. طب انا العب الجواندوزي ولا اعمل ايه؟ ابنك. ابني. ابنك بقى. استنى بقى. استنى. استنى ننزل بقى عم عم سقراطيسو. انت جاهز؟ انا جاهز. وانا جاهز. اعمل ايه؟ انا جاهز. دوس دايره. دايره. يلا بينا. استنى بس. الله والله حلو على فكره الجرافيكس. بص يعني هم لما بيعملوا حاجه بيقولوا حلو. انا العب بالابيض ده. انا عايزك تبص على ماجواير. ايه ده؟ انا عايزك تبص على ماجواير. بس هو عامل كده ليه؟ الجرافيكس. بص على ماجواير. هو زعلان كده ليه؟
ابدا ابدا هات هات استاديوم هات ستريب ستريب الاول استاديوم ستريب بص اللبس والله حلو والله بص شكله يا جماعه مش هتغير لبسي الكحني اللي اتغير بس الكحني غير لي معاك والنبي الله يبارك لك كده عايز اشوف اللبس اللي عندي اه استنى انت انا لا انا بختار لنفسي الابيض اهو يا ابني انت بتختار لي معايا اه ماشي الاحمر وادي الاسود اه حلو لو انت تلعب بالابيض انا العب بالاسود تلعب بالاسود اه انا احب الاسود قوي شيك ماشي يلا بينا يلا بينا هات بقى الاستاديوم هوم جراوند ايه هوم كامب نو بالله عليك الاليانز الفيلتنز الاولد ترافورد الاميريتس لا نجرب الاميريتس سوري هنشوف شغال ولا لا دي دوري انجليزي الصبح اوكي بص بقى الهاي الهايبري كنت اقول هايبري الاميريتس الصبح مش تعليق انجليزي مفيش تعليق عربي لا ما تستنيش معلومه انا ما اعرفهاش استنى تشوف السي دي هي لعبه فيها عربي والله العظيم الجرافيكس حلوه هي الـ 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 مش بالعربي لا, لا لا هي فيها عربي بس ما تعتقدش ان هي ما فيهاش تعليق عربي يا اما احنا مش فاهمين الناس تقولها قول لنا في الكومنتات اه يا تخليش علينا تخلوش علينا مش فاهمين حاجه بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا الشكر موصول للكابتن سيف زاهر وضيوفه الكرام في الاستوديو اجواء بقى بصوا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا اينما كنتم هي تحياتي واجمل امنياتي معلقكم ايمن الكاشف ونقل هذا اللقاء وهذا الوصف التفصيلي من ملعب الإميريتس ستاديوم معقل فريق الأرسنال بقيادة الموريتسيو حامل الألقاب والتاريخ يتوج فقط بدوري أبطال أوروبا ولكن لم يتوج إطلاقا احنا ندوس ستارت ستارت؟ ودي ادي على أبوه ده بلايستيشن 2 ولا ايه ده؟ ماشي صدق مش وحشة صدق أنا اول طلعه بعيده بس ماشي الكاميرا حلوه مش شغاله عامه بقول لك إيه؟ ممكن تلعب بي اس في يوم من الايام طب مش هتلعب لا يعني بص انا اتعودت على الفيفا انا بقالي زمن ما لعبتش انا يعني انا اخر مره لعبتها 2013 تقريبا ايه البساط دي يلا يا جدعان بقى الجون اهو احنا لسه ما يلا يا جماعه نسكت الموريسيو بقى ودي يلا ايه ده ايه ده فيها تفاصيل بجد مش موجوده في فيفا يعني شفت الراجل هو بيصور الكاميرا مان مثلا واحنا داخلين بص المدرب قاعد بيزعق ازاي يعني تفاصيل ممكن ما تلاقيهاش موجوده في فيفا اللي هي طبعا احسن لكن دي بتاخد منها حاجات تانية يا عمر بص احنا يعني انا فاهم وجهه نظرك كل حاجه وليها حتتها احنا يمكن متحيزين سيكا للفيفا بس عشان متعودين عليها هي احلى خلينا او يعني احنا واقعيين زي ما بتقول هي احلى والنبي والهدف الاول ليه ده يا عم اوفسايد طيب اعمل سيلبريشن كده هو ده بص عاملين بقى سيلبريشن عايزك انت تبص لي كلمة يا عم العب يا عم بس كلمة يا عم العب اهدى كلمة يا عم العب موريتسيو كلام فاضي ايه اهدى طيب ماشي يا زمن يا اللي تعمل فينا كده الكاميرا دي مضايقاني على فكره انا لسه بقول لك عايز تقول لي الكاميرا حلوه لا حلو انا كل ماتش نلعب بكاميرا طب والله العظيم انا هنفهم اللعبه هنفهم اللعبه يا شباب مش هندافع ولا ايه امسك ده واحده يا اوبه واحده يا اوبه واحده اوبه من الدوري الانجليزي اللبس الابيض يجنن نفسي اجيبه انت عامينا بلبس لعب الصبح اللي انت عامله لنا ده بس شغال هنلعب بالليل بعد كده الانجل الجديد اللي بيقولوا عم هيعملوه بقى بيقول لك جامد قوي انا اعتقد اللعبة يعني بس عامه انا مش متضايق والله يعني وانا مبسوط برضو بس احنا لسه واخدين على الفيفا يعني لو ايه ده ايه ده ايه ده شوت يا اوبا بلاش كده بس هي غريبه برضو انت حاسس ان انت واقف على الجيلي في تحرك فاهم اللعبه بتزفلك يلا ما براحه يابا ما براحه يا عم في ايه طب والله العظيم الجيم بلاي طب تضرب ليه يا كابتن مغري تحسه واقعي شويه يعني في سنس في سنس لكنك بتتفرج على ماتش تلفزيون ايوه ولا حتى الدوري الانجليزي يا اسطى وغشامه وكده انا بس اكتر حاجه مكرهاني في اللعبه اللي هي الحقوق دي ده انا كده بلعب مفيش اللعبه معهاش حقوق غير حقوق بسيطه جدا 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 يا ولد يا مصطفى يا ولد فرحك يا شوف اللعبه ايه ده هو الشوط ده خلص كده يلا كده خمس دقايق دول عملت خططك عملت تغييرات بقى هتنزل كمان دقيقتين يا عم عمر هتقلب الماتش هي دي اللي هتعمل اللي هتعدل الميله هتعدل الميله قوي بقى وادي مين ده ضرب يلا مصطفى ضرب يا حكم يا نهار اسود عيب ازاي يعني طب ازاي بالله عليك عيب بالله عليك عيب يا ابني واقعيه ماجواير افضل مدافع في العالم هو ده كان مكشر تكشيره يا راجل خده على العصي خده على العصي اوعى ظهرك اوعى ظهرك والهدف الثاني ايه ده هو الهدف الثاني استنى بقى استنى وقع قلع يا عبد الله برونو هو البرونو بعد الناس دي ما تشوفني بلعب بمانشستر حلو لك عايزين كريم ومانشستر يونايتد لا خالد ده احسن من احمد كمان مش عايزين عمك ايه الجون ده شاكاسونيا خالص اهو
مش كان لو نزلوا قبل كده اوزيل وبيبي مره واحده بقى. بس اقول لك على حاجه، تيشيرت الابيض حكايه حكايه وروايه. العب بس العب، عايزين نجيب بيجون بس اشوفها روعه الروعه. شوفوا مره في الاحتفال وادي توريرا 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 وباميانج. باميانج خطيره 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 في نص الملعب ده، يعملوا ايه؟ حلوه الحلايه وباميانج. ايه ده؟ الله يا ولد على الديفينسو، عائل قوي وحش قوي. ايه فيش يلا لاكازيتو يا ابني بشيه. انت لعبتك احسن من لعبتي قوي عمر على فكره، والله العظيم ظالمين ارسنال بالريتنج ده. يلا يا توريرا الريتنج مش حقيقي يعني. لا 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 فشخنا يعني. سايد يا حكم، ارفع حكم الرايه ارفعك يا راجل. اهدى بقى اهدى ايه ما تعرفش. زين نزل عمل شكل للفريق حلوه. يلا وان بيساكا تلقت الوان بيساكا، اللعيب الجميل لعيب اسمراني حلو وحليوه ويسمر اللون. يا لا لا بو 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 اوعى ظهرك اوعى. الترقيص بالراحة كده بيجي ولا ايه؟ ما يعني بص انا بحاول افهم الدنيا بتقول ايه الميكانيزم، بس ايه تفهم حاجه يعني على الرايق. اديها كده ب 77 ده خلاص هان على الرايق بقى. ودي ايه ده؟ مين ده؟ ده مين صار دي 80 بعد العشر دقائق على نهاية هذا اللقاء. لكن يا ترى يا هل ترى تكون هي 2-0. حلوة 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 والهدف يا جول. اقول لك الهدف وارد ليه؟ شفت اللفة وشفت الحطة وشفت التغييرة. حلوة حلوة سوبر سب، خدت تروفي سوبر سب. وادي وادي يلا 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 ليتس جو موريتي اهو موريتي اهو عايزين بقى موريتي يا زين. مفيش اول اتاك هنا طولها معانا يا رب. انت تلحقها ولا هتلحقها؟ يلا يلا رجاله يلا رجاله يا عم يلا رجالتنا. ايه ده ايه ده ايه ده يا جدعان؟ الكره بتبقى جنبنا وبتسيبوها. موريتش بقى روح الموريتش اهي مين بس رايح هو مريح يا جدعان الحقونا يا جدعان روح الموريتش ولا روح الموريتش ولا بس كده طلع صح صح طلعت من ايدي. مش بس الكره دي راح فين؟ ايوه made into space out wide. صفر عكا هيغلط يا راجل هيغلط صفر. ايش يابا صدق بالله انا ما متضايق. انت متضايق خالص والله بالعكس. حلوه صح هي قشطه يعني تمشي 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 ولو فيها اتسحلت فيها في الجيم بلايز بتاعتها قشطه. لو لوحدك اكتر كمان في الـ في بيكام ليجند وماي كلاب تبقى احلى والماستر ماستر ليج هيبقى. هنجرب مين دلوقتي؟ اليوفي وباريس. تتوقع مين اليوفي ومين باريس؟ يعني شفت الدوم بالحنكلولو بتاعه شفت بس والله بس ده شغل بقى انا نفسي اشوف فيه شغل الصحفيين اللي جوه والكاميرا الراجل بس واقف وقاعد ازاي والجمهور حتى شكله احلى شويه. في تفاعلات الجرافيكس وهم نازلين اللعبه. بص الجمهور بيتنطط وبتاع قشطه يعني انا مش يعني مقبوله مقبوله جدا كفيفه من بره، لكن لما تخش في اللعبه تحس لا ما انا بقول لك زي فيفا يعني الجرافيكس والشغل اللي معمول بره زي فيفا. اذا الموريتسيو بقياده الدون يلا بينا بقى اوريك الدون بقى اوريك الدون. هو على فكره اول مره بي اس يبقى معاها ميسي ورونالدو. خدت بالك الموضوع ده يعني الاثنين في الاثنين في فاهم في اديشن واحد. لا 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 جامد يا ابني الكرة معاك يا ابني. انت حلو باليوبي حلو باليوبي يا شوتيو. ايه ده يا رونالدو ده؟ انا موقف ايه في ايكاردي. حسب 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 اوعى. لا 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 ما ما هو انت بقى شكله فيفا انت راجل انت راجل بتاع جيم فيس وتفهم. لا انا الجيم فيس انت بتحب الجيم فيس بقى قوي قوي. 1-0 ماشي يا عم نلعب خلاص. اقول لك ايه طيب انت شكلك بتلعب فيس من ورانا. لا والله خالص.
ولا يخرب بيتك بسرعه. تعرف تروح دول؟ بس متعود على كابتن ماجد بقالي فتره اللي هي النطحه دي. كابتن سوباسا، كابتن سوباسا. المشكله ان انا حاسس في حاجه غلط. يعني الكره بتبقى جنبي اللي هو خلاص انا المفروض اجيب. ايه ده؟ هي رفعات ايه ده؟ ده صفر من وحشته في كل رفعه ولا ايه؟ نهاية احداث الشوط الاول بتقدم على باريس سان جيرمان. يلا رجال. just back from your break. ايه يا اسطى؟ انت جبت جون استروبيا كمان الماتش ده. ايه انت هتجيب جون تاني؟ ايه انت؟ لا ما هي مش كده بقى، ده شيزني برضه ابن الارسنال. خلي بالك اليوفي ده كله بالارسنال. خلي بالك بقى من بساطه الخطا اللي انت ايه عمال تعمله يا اسطى. العب بس ده هتحرك دلوقتي. هو الدون هيسكت. ما يشوطش ده، ما يشوطش ده، ما يشوطش، ما يلفش جون. ايه ده في العارضه؟ ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ طب ازاي بقى؟ الله يا رونالدو. زي ما احنا زي ما احنا باصي فوق. ايوه امسك كوره واهدى. حلوه بتبقى معديه بقى. نتسل يا ابني. باصي عادل، باصي عادل لوجه الله. عاش. تعمل ايه يا اسطى؟ ده الديفنس العاقل. بص دي خد دي في الشبكه. فاضل لي جول يبقى نفس النتيجه يا اسطى. مش عارف انتوا بتعملوا فيا كده ليه الايام دي. ما الدكتور جدك على وشك. انا سايبكم تلعبوا قبل الاصدار. قبل الاصدار. ها شكرا يا مصر. شكرا اول حد جدا. ده الكارير مود شكله هيبقى مسخره. ده هيبقى سنتحه. الحق. عاش. ده تالت دي ولا ايه؟ انا لو منك اجيب تالت. روح روحي. ده كلام يا راجل. بلاش اعرف بقى. اللب وش امك. اللب. لا نشوف العدد هنا مع بعضينا يا كابتن. قال لي خد الكوره. قال لي روح انت بقى بالشروط بس. لسه اللعبه بايظه. مايلو اوعى تقع على الموبايل. مايلو دلوقتي اللعبه بايظه. الجرافيكس والحواديت تعرف وما فيهاش اي حاجه من فيفا. خلي بالك حاجه من الواقعيه. عارف انت بتفكرني بيه؟ قال له ايه رايك في باسيوني؟ قال له يا فندم باسيوني ده اكفا ظابط جه عندنا. قال له احنا مرشحينه في مهمه. قال له يا باشا ده مش ملتزم. ده لبط وحاجه. اوبا والنبي. لا يا جدعان والله يا جدعان. لا 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 هاتريك هاتريك. الرابع بالاربعه. هي بالاربعه. طب ده كلام. هات بس العب. انا ما بحبش اللعبه دي. لا لا بس بص انا عايز اوريك حاجه. بص الكوره عشان انا دي فيها عدم واقعيه اطلاقا. ازاي انا لعبت اللي هي الارضيه البرازيليه العاديه. ايه ده بقى؟ بص يعني هو ازاي عدت كده من تشيزني؟ انا ما اعرفش حاجه. وشيزني وكليني ودليخت يعني مش كده. مش كده. هي لعبه غريبه قوي والله. بقول لك انا احسن من يوفي. قال لك انا احسن من يوفي. عاش. حلوه حلوه ماوريسيو. حلو. سا سا شا ولا جون. انا لازم اجيب جون. رونالدو الدون 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 الدون. ادي جماهير اليوفي العاشقه والحالمه والباحثه دائما وابدا. جون بيجي في ثانيه. رونالدو بثقه بيقولوا يلا نلحق في 30 ثانيه نجيب ثلاث اجوان. يلا عالبركه. في حاجة ولا ايه؟ لا يا حبيبي زي الفل. يلا هيصفر اهي. شكرا. هتلعب بمين؟ اخر ماتش احنا ما قلناش ده بيست. احنا قلنا دول ثلاث ماتشات. يلا بينا اخر ماتش بقى ونشوف الكلام على ايه. الكامب نو يا عم عمر. ويمكن دي من الميزات اللي يحبها بقى حسن الوحيد. جمهور برشلونه يتمنى ان هو يشوف الملعب ده تاني في انا اتمنى ان برشلونه كلها كبارتنر يعني ترجع لفيفا تاني بالكامب نو بكل حاجه. مشكله دي حقيقة. بص الكامب نو ليه اجواء تانيه. كفايه الماتش العوده اللي في الشامبيونز ليج اخر مره كان معاهم اللايسنس كان 2015 فيفا 2015. الشيرت السوداء بالذهبي في الكامب نو بكومان خالد حاجه جميلة. إذن البارسا والبايرن. أنا معايا سانية. وأنا معايا ميسي. ومعايا كوتينيو. شوف ده سرقه منك. أنا هقول لك بقى اتفرج على البارسا
مع عمر رونالد كومان عامله ازاي. واتفرج بقى على 8-2 مره تانية. عايز تتكلم في الكومنتات يا اسطى، عارفين حبايبي دول ما بيتضايقوش مني. يلا بينا. انت بتلعب سايب سواريز بره؟ مع سواريز يا باشا خلاص. يلا بينا، ما فيش مكان في الفرقه. مش بتعقد من الماتش ده يعني؟ لا 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 على الله، نزل لي بقلب جامد. يلا باشا يلا بينا. هتخسر. We'd like to see excitement and be entertained. ايه الكلام ده؟ الكلام ده ليفاندوفسكي مش عامل تعمله مع حد تاني. برشلونة. برشلونة. He seems to توازن. He's excellent at mopping up any balls that make the defensive line. جرينتا. What's more, he can often turn those interceptions. فانت تتعود واحدة واحدة. واحدة واحدة. اه يعني اول ماتش هو اصعب ماتش. اصعب ماتش طبعا. بتطلع من ميسي دينا واحده ابو سانيس حدوته. لا سانيه بقى، سانيه بقى الصفقات الجديده بقى اهو ده اهو اهو اهو. يا نهار ابيض امسك ايه ده، يعني اشمعنى تدخل معاك وتيجي معايا؟ ايه الخرب ده؟ عد جوانك يا عم عمر خالد. واحده كده واحده بوم، اخيرا استفتحنا بقى. لا بس ما تعديش كده خالص يعني، لما ده كوبري يا عم فكك بقى. واللي جوانا اللي دخلت فيها زور بيح دي ايه؟ انا اتكلمت. Deadlock broken. It's 1-0. He's just gone and reminded us yet again of what a threat he carries. تحس ان اللعيبه مش بعيد عن بعض. لا ايه يا باشا بتزحلق ليه؟ يلا يلا يا جماعه، عايز الحق اجيب يا عم جوان. يا عم بص لميسي، ميسي جنبك. ميسي ثانيه فشخه. كترة يا عم الله يبارك. ماشي يلا يلا عم فيدال، عم فيدال الله يبارك لك. ماشي كارت صح صح كارت احمر يا حكم، كارت احمر يا حكم. ده كيميتش ده مؤدب قوي. اول فاول ناخده. اول فاول تعرف تلعب فاول، العب بميسي بقى. انت البستيليرو. بص طب بص حلاوه بقى في حلاوه بيس انهم بص نازل والتاني مصاب فاهم، فده يخش. انا احب برضو زي الجيم فيس كده التفاصيل دي، تفاصيل محدده تديك والله العظيم يا عمر سنس حلو في اللعبه. ترجع ورا خايف؟ خايف يعني. هات المضمون يا ابن اللذينه. مين ده بكي؟ الله اوعى تجيبها. تغلط مع عمر خالد تدفع الثمن غالي. اوعى تجيبها. بوم. انت قليل ادب. ما عنديش ياما ارحميني. انت قليل ادب. ما عنديش مساحه للاخطاء. احنا بنلعب فريندلي يا اسطى. يا باشا فريندلي انا ما عنديش مساحه للاخطاء. شفت سوري؟ هيلعب. لا بص لي واجهني. طب العب. صباح الفل يا ماما. اهلا بيك. صباح الفل. اهلا بيك. العب العب العب. العب خلاص انا هلعب. الثمانيه كانت باديه كده برضه. ايوه بالظبط. جبنا التعادل وبعديها رحنا. مندمينك كده. ايوه. عاش يا جدعان. لا هو كيكي زي عمر خالد. يلا ابو المساميس بقى عشان ايه؟ عم ميسي عم دافس ايه ده عم معلينك قوي هنا يعني. اوعى ظهرك. اوعى ابو مساميسو. مساميسو بيشوط حلو. ها مساميسو يا ابو المساميسو الكلام عليه. اوبا والنبي انطح. مين هنا مين هنا مين هنا؟ ايوه ايوه يا ابن يا ابن الرايق. صفر حكم. حكم ايوه صفر. ايه يابا في ايه؟ راح يستلم الواد بسيدرو. لا بس خدت بالك من تغيير سواريز؟ لا جميل. مدرب. لا حلو. مدرب اعرف اللعيب فين بيلعب. مش غلطه جون. لا 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 مدرب. انت كنت متوقع اكيد. طب يلعب. اذا احداث الشوط الثاني وهذا اللقاء. عمر مش هرقمك، بس هطلع خسران ثلاث ماتشات زي ما ممدوح نصر الله. مش هيس يا عم، هو الدكتور احسن مني. وبعدين ايه يا عم، انا والدكتور واحد. تاخد ثلاثه من الدكتور تاخد ثلاثه مني كده يعني. يا شيخ ماشي. ايه ده؟ هات الكوره هات الكوره ما تستهاش كده. لا الكلام ده تعمله مع ايه؟ مع وائل الاباني. ها الكلام ده تعمله حد تاني. تعالى بقى عشان انا هجريك. قلت لك تعالى. حلو قوي. اوه لو كان لحقها. حلو قوي. يلا عاش. فاول حكم. فاول كمان فاول ليه عليه انا؟ بص دي شفت التشيب. بس شفت بقى ده مش بقى اهو. شفت انت التشيب علبا علبا عمال انت ايه تحاول تحنجل بالامل التشيب. بحاول. يبقى ما كسبناش حنجلنا. حنكشف. الله 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 الله
لا بس سني حلو. سني حلو اه سني عامل قلق وايه ايه يا راجل ده يا بهيمه ده. يلا بقى هو الملعب تحسه كبير. بس احنا ملعب باسكت هتشوط ولا ايه؟ هيشوط يا ابني. هو انا موقف لعيبه هيت. هو احنا هنخش اكسترا تايم ده على حسب. ما هي مش كل مرة هننطحها بقى. مش كل مرة مشيت معاك على هوب بقى روح خدها يا يا نهارك يا سود. انا بقول لك خدها انت بتجيني بعرق. صح صح سود تعبتنا بقى. طب ليه ما بيلف ازاي التاني الاخ التاني؟ يا جدعان بطء قوي بطء قوي. ايه يا ليفا ايه يا ليفا؟ حلوة يا عم حلوة يا عم حلوة يا عم. ايه؟ ايه؟ فاول ليه اصلا؟ بص انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ بص بس بص 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 ايه ده ايه يا كابتن؟ يا الله تلاتة وقام وشاط واداها ليه هتشوفوا؟ هتشوفوا في اخر كورة ليه؟ تقعدش تقوق لها. عايزها تيجي دي كده تبقى ختامها مسك واحدة هوبا انطح انجول. اوعى ايدك اوعى ايدك. انا هبطل لعب كورة. لا 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 ده نفس الجول اللي داخل موضوع يا ابن اللعيبة. ده انت حاططها حلو والله صراحة. انت حاططها ولا انا؟ انت تسول اللي حاططها ده يبقى في نفسك اهو. بص اون جول ما انا شفتها. هي كده يعني هي بس كده يعني يعني لسه عايز تقول شغال ولا لا؟ لو شغال ولا لا انا عشان كده الكلام حلو يا ربنا ياخد لي حقي. تعمل ايه يا اسطى؟ العب بس العب العب ده خلاص. دي اخر هجمه سري قاعد شوطه في وشه شوط. خد بس استنى بص انا عايز اقول لك على حاجه. نتفاهم مع بعض على اتفاق خلاص. انت هات احمد كمال الاسبوع اللي جاي والعبوا ام بي اي العبوا باسكت شوفوا الكلام على ايه. دي كانت تجربتنا مع بي اس. حلو عجبتك بجد ولا ايه؟ بص يعني فيها شويه متعه بس خليني اكون امين يعني دي ليها حتتها والفيفا ليها حتتها بس هتبقى بالنسبه لي وانا اعتقد تتفق معايا فيفا رقم واحد. طبعا فيفا رقم واحد. عموما مكملين في اللعبه دي. كان معانا عمر خالد نجم الجمهور ورازع الجمهور في قناه ارزع طبعا يعني اللي اول مره يتفرج ومش متابع ادي هي فرصه يتعرف علينا. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك اعمل سبسكرايب افتح التنبيهات عشان تجيلك حلقاتنا اول ما تنزل. قولوا لي في الكومنتات اكمل في برو ايفولوشن او بيس 2021 نلعب ايه الحلقه الجايه. وكفايه لعبه قوي. لحظه واحده بقى دمتم في رعايه الله وامنه وكفايه لعبه قوي لحد كده.